والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا، سحا مدرارا، عرمرم غدقا، سحا طبقا يا رب العالمين. نسألك رزقا لا ربا فيه ولا رشوة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. وهذا سائل فاضل يسأل ويقول أنه يعمل في الاستقبال في إحدى الشقق المفروشة، ويقول إن الذين يعملون في المغاسل بجوارنا يعطوننا 30% من أجرة أي أحد يغسل عندهم ملابسه من نزلاء الشقق المفروشة التي نحن نعمل فيها، وكذلك عمال المطاعم الذين أيضا يكونون بجوارنا إذا أتوا بوجبات يطلبها الزبائن فإنهم أيضا يعطوننا 30% من قيمة هذه الوجبات. نضرب على ذلك مثالا كما فهمت من السؤال، لو أن أحد النزلاء بهذه الشقق المفروشة مثلا غسل ملابسه 30 ريالا فإنهم يجعلون لنا 10 ريالات الثلث، وإذا أحد النزلاء اشترى وجبة غداء مثلا 300 ريال فإنه يعطينا منها 100. هذا الذي فهمته من السؤال، فما حكم ذلك؟ نقول أيها الكرام الفضلاء، حكم ذلك أنه من هدايا العمال ويسمى غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هدايا العمال غلول، كما جاء في الحديث الصحيح. وهدايا العمال هي هذه الأموال التي تدفع بخلاف رواتبهم من النزلاء أو من المراجعين أو من الذين يقومون بأداء الخدمات كما في هذا السؤال. وعلى ذلك فإن هؤلاء العمال الذين يعملون في هذه الشقق وفي غيرها وفي الفنادق إذا وكانوا يتقاضون راتبا من هذه الشقق من هذه الفنادق فهم موظفون فيها، فلا يجوز لهم أن يعطوا من هذه الأموال، لا من النزلاء ولا من أصحاب المطاعم ولا من أصحاب المغاسل ولا من الذين يقومون بأداء الخدمات المدفوعة الثمن لهؤلاء النزلاء، فهذه كلها تعتبر داخلة في باب الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية أن يجمع له الصدقات والزكوات، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: ما بال أقوام نستعملهم على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي ويقول: هذه لكم وهذه أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى ما يهدى إليه؟ وهذا يعتبر من الغلول وهذا من السحت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وعليه أيها الكرام الفضلاء، فإني أهيب بإخواني وأحباب الفضلاء الذين يعملون في هذه الشقق والذين يسمعون هذا السؤال وهم واقعون في أيا كانوا، سواء كان حتى عبارة عن السيلز ريبريزنتاتيف يعني مندوب مبيعات ويذهب ويسوق للشركة التي يعمل فيها لمنتجاتها فيأخذ على ذلك من المكان الذي يعمل فيه نسبة وما يسميه هدية إلى غير ذلك، كل هذا من الرشا ما لم يكن مأذونا فيه من صاحب العمل. إذا كنت أنت في هذه الشقق المفروشة أو في هذا الأوتيل أو في هذه الفنادق، أن صاحب العمل يعلم
واتفق بينك وبينهم أن لك راتبا وقدره كذا، ولك نسبة من كل ما يدخل إلى الفندق من الوجبات للنزلاء أو من الخدمات الأخرى كخدمة غسيل السيارات مثلا أو خدمة غسيل الملابس فلا حرج، أما إذا كان لا يعلم بذلك فهذا يدخل في السحت وفي الرشوة وفي الغلول. وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وغالب ما يكون أيها الكرام الفضلاء من فعل ذلك من أصحاب المغاسل ومن أصحاب المطاعم إلى غير ذلك، إنما الغرض به هو رشوة العمال الذين يعملون في هذه الفنادق وفي هذه الشقق المفروشة، من باب أنهم يضمنوا عندهم نزلاءهم. يعني صاحب المغسلة الفلانية يأتي يعطيك هذه رشوة قولا واحدا لا مراء فيها. لماذا؟ حتى إذا جاء النزلاء ونزلوا عندك ويسألونك أنت كعامل استقبال: عندنا ملابس نريد أن نغسلها، تقول: نعم نعم عندنا المغسلة الفلانية موجودة، دحين نزلوها ونوصلها إليهم. فبذلك يكسبك صاحب المغسلة أن تكون عنده من الزبائن الدائمين لنزلاء الفندق اللي عندك أو الشقق المفروشة اللي عندك. فهذا هو تكييف هذه المسألة، وهذا هو للدلالة على أنها رشوة. كذلك يأتيك مثلا يتصل بك النزلاء ويقولون: نريد غداء، نريد عشاء، إلى غير ذلك. هذه واحدة. ثم الأمر الثاني، لو لم يتصلوا بك وهم أصلا عرفوا لما قدموا نزلوا وبحثوا في المنطقة وجدوا مغسلة وجدوا مطعم، أو اتصلوا بالهوم ديليفري أو ما يسمى بالتوصيل المنزلي إلى غير ذلك، فلكي يكسبك صاحب هذه المطاعم وهذه المغاسل يعطيك هذه الرشوة التي هي رشوة قولا واحدا لا مرء فيها. ولذلك لم يسأل السائل هذا السؤال إلا لما حاك في نفسي وصدري، ولا سيما أنه حديث عهد بالعمل في هذا المكان، لكنه وجد أنهم يدرجون الذين من قبله على هذا الأمر وعليه سائرون. وعلينا نتذكر أن هذه المكاسب الحرام من أسباب رد الدعاء، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أهل الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، يعني حتى ما أعطاه لأولاده حرام، فأنى يستجاب لذلك. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى، فالنار أولى به، والسحت هو كل مال، هو كل مال حرام. وروى الإمام البخاري عن عمر بن عبد العزيز معلقا موصولا عند غيرهم، وقال: كانت هدية في عهد رسول الله معروفة الهدايا، ولكن في زماننا هذا فهي رشوة. وبه قال أيضا ابن عبد البر رحمة الله على الجميع، وقال به القاضي عياض: فكل هذه رشا، وكل هذه سحت، وكل هذه أموال حرام. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله تبارك وتعالى. ولذلك إني أهيب بإخواني وأحبابي الذين يعملون في هذه الأماكن ويعملون في هذه المواطن، أن يتقوا الله عز وجل فيما يدخلونه على أنفسهم وفيما يدخلونه على أهلهم. وإني أسألهم سؤالا، أقول: هل صاحب المنشأة يعلم بذلك؟ ستكون الإجابة قولا واحدا يقولون: لا، صاحب المنشأ لا يعلم بذلك. نقول: هذا هو البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإن علم صاحب المنشأة بذلك فماذا سيفعل معك؟ سيقول لك: تفضل اخرج من هذا من هذا من هذا العمل. فالله عز وجل رقيب عليك، والله تبارك وتعالى حسيب عليك. فلذلك أيها الكرام الفضلاء، كل هذه أموال حرام إلا أن يأذن فيها صاحب العمل ويكون بينك وبينه اتفاق، ولا أظن أن هناك ثمة اتفاق بينك وبينه. فلذلك يا إخواني ينبغي أن نتوقف عن هذا
وأن نتقي الله عز وجل في هذه الأمور. ففي هذه الدنيا هي أموال تكسب ويتكسب الإنسان من أي مكان، وسيسأل عن المير والنقير والقطمير حينما يقدم على الله تبارك وتعالى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحريره صوتيا في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء لثمان خلونا من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.